وريتا متري ضيفتنا هلأ، مدربة رياضية وممثلة. اهلا وسهلا فيك يا ريتا، شرفتينا. وخلينا نقول انه قمت امبارح كمان كنت بالماراثون بتشاركي وفور كوز، خبرينا. يس انا صراحه شاركت بالمراحل اللي ما قبل الماراثون، يعني المراحل التشجيعيه التحميه اذا بتكون. اوكي. شاركت بنص ساعه فتنس كلاس لشجع العالم، كمان تو سبريد بروموشن واويرنس لهيدي الكوز. حلو، انت وتلاميذك؟ انا وتلاميذي، نحن تيم مع بعض، بنحب دائما نشجع العالم خاصه اذا في شيء مثل الماراثون بلبنان. طبعا. ريتا، بما انه قلتي ركضتي فور كوز ونحن عم نشدد ونقول انه دائما الواحد بس بده يركض بالماراثون يركض كرمال جمعيه والى اخره، شو كان هدفك؟ شو الكوز اللي ركضتي كرماله؟ انا للصراحه حبيت هيدي السنه ادعم جمعيه اللبنيز كانسر اسوسيشن، لانه ثلاث ارباع تلاميذي اذا بدكم نسوين، امات، حتى يعني في تينيجرز في كل الاعمار، وكلهم لازم يكون في توعيه بحياتهم، فحبيت اني ادعم هيدي التوعيه وعملت ايفنت باوند فتنس اسمه باوند فور بينك، لانه بتعرفوا انتم شهر اكتوبر نوفمبر دائما اويرنس بتكون موجوده. سو هيدي كانت قضيتي وتلاميذي دعموني فيها، وكان في عدد حلو هيدي السنه. إذا بدنا نحكي أكثر شوي عن باوند فور بينك، ليش هيدي التسمية بالذات؟ وقد ايه صار لك عم تشتغلي عليها؟ وهل ممكن تستمر مثلا وتكبر أكثر يا ريتا؟ الباوند فور بينك هي أول إديشن للبنان كانت هيدي السنة، لأنه ورك أوت جديد على لبنان، أول مرة بفوت على الشرق الأوسط، وعينت سفيرة لهيدا الورك أوت. سو يلي صار إنه بينك هو لون الكانسر أويرنس. الباوند هي الجمعية. يس. أوكي. الباوند هي الفتنس بروجرام اسمه باوند. أوكي. رح نبقى نحكي عنه. والجمعية لأنه بينك هي اللون فجمعنا الاسمين مع بعض باوند فور بينك. تسمية كثير حلوة ريتا. يس. باوند فور بينك، عندنا هيك فيديو صغير عن هالجمعية وعن النشاطات اللي عملتيها، شو عم نشوف هون ريتا؟ عم نشوف رياضة، عم نشوف حركة، خبرينا أكثر. مظبوط، في حركة، في ورك أوت جديد على لبنان، إذا لاحظتي كمية النساء موجودة، كل الأعمار موجودة، عندك الأمات اليونج، حتى في أوقات بتجي مدام مع بنتها بيعملوا سوا الورك أوت، بيخلق بوندينج بين الفاميليز، اتس باوند فاميلي يعني. وبذات الوقت هو بيست على فشة الخلق، اتس أنتي ستريس ورك أوت. أوكي، بس أنا شفت ستيكس وما ستيكس، هول شو بخبطوا بعضهم فيها أو شو لشو استعملوا؟ لا، ليخلقوا الجو، بتخيل لأنه هيك بيكون في ميوزك وبيكون في على الريذم حركات، فهيدا شيء بحمس. وصفتيها انت، قلت شيء مهم انه ريزمز وميوزك هو انسبايرد من الدرامز، درام فتنس. سو كل الهدف انه تو كاتش ذا ميوزك بيت من دون ما يحسوا انه عم يعملوا تقريبا 800 سكواتس بير كلاس. حلو كثير. سو ذي فورجيت لانه ذي ار بيزي كاتشينج ذا بيت، يعني بيكونوا عم بيضعفوا بنفس الوقت عم بيعملوا رياضه مسليه وبنفس الوقت عم بيدعموا كمان. مظبوط، قضية. طيب خلينا مثل ما بنقول ترابت اب بموضوع الماراثون. yes. ريتا انت بنعرفك معلمه ل 150 تلميذ وبتعلمي رياضه وبتعلميه، وانت مدمنه على الرياضه من عمرك تقريبا 13 سنه. اول شيء خبرينا حكايتك مع الادمان بالرياضه. اوكي، بلشت حكايتي مع البابا، كان عمري شيء 12 سنه. نحن من عماطور الشوف، بتعرفوا منطقه كثير فيها خضار وفيها طبيعه حلوه انه نكتشفها. سو كل احد كنا نطلع هايكينج محل معين ونكتشف الطبيعه سوا. بنيت حبي للرياضه من وراء هيدي علاقتي مع الطبيعه، مع الوالد، كيف كنا نوعى الصبح ونكتشف الطبيعه. لحديت ما صرت بالمدرسه برعت بالركض وبالناتاسيون وبالفولي بول. ليه؟ لانه اجريك طوال؟ لا عن جد انه ثقبت، يمكن الطول بيساعد، اكيد الطول بيساعد، بس كمان كان في الباشن وكان في الموهبه بتخلق معك، يا بتخلق يا ما بتخلق. سو اللي صار انه طورت هيدا الشيء لحديت ما على عمر 13 سنه صرت جيم ادكت. 13 عمر كثير صغير للواحد. بس قد ايه مسموح اساسا بهيدا العمر انك تفوت على الجيم؟ ما كان مسموح. ايه. بس انا لانه ما بعطي عمري وبعطي اكبر من عمري، كنت فوت خلصة اذا بدك على الجيم. اوكي. واتمرن بس باوزان معقوله. اوكي. لحد ما صار الادمان. بس انت قلتي كلمه كثير مهمه، صرت الجيم ادكت. يس. يعني اليوم نحن عم نحكي عن هذا الموضوع، عن موضوع الادمان بالاجمال عند الاولاد. اليوم فينا نعتبر انه بعض الاشخاص بصير عندهم ادمان على الرياضه مثلك انت، وهل هو مرض؟
هلا التسميه بتوحي بالمرض لانه ادمان يعني بنكون عم نحكي عن شيء سلبي بس ما بعرف اذا عم نحكي عن ادمان على الاكل مثلا اوكي ممكن انه هون نحكي عن سلبيات بس ادمان على سبور على الجيم هو ادمان حلو ومش حلو بذات الوقت حلو لانه بغير لك نفسيتك وبغير لك جسمك ترانسفورميشن بتجي على مرحلتين اكيد الجسم والنفسيه كثير مهمه بس في اشخاص بيزيدوها ريتا يعني بصير عندهم ادمان على الرياضه لدرجه انه عن جد بتصير تاذيهم صح بتعمل انجري انا فيني اعطيكي خبرتي بالانجريز يلي عملتها بحياتي قد ما كنت مدمنه على سبور كنت روح ساعتين ثلاثه اتمرن بالجيم لحديت ما كان استاذي غاب هونيك فتره وقال لي انه عملي عني الصف كان صف ايروبكس ايروبكس هو هاي انترفال تريننج كثير انتنس صف صعب يعني وبيحرق كثير سو تعودت على الفكره وحبيتها لحديت ما اجى ورك اوت اسمه زومبا على لبنان بال 2008 انا بلشت بال 2012 كنت من اول الناس بس يمكن بال 2008 وصلت الفكره صح ولكن قليل اللي طبقوا مزبوط زومبا لبعد 3-4 سنين صحيح لبلش مزبوط وعن جد انه اخذ دعمه يعني فاللي صار انه كنت اتعلم 3 ساعات زومبا بالنهار على 5 سنين لل 2017 تقريبا بالصيفيه كان عندي ايفنت عملت انجوري كثير مأذيه نفسيا وين بالركب؟ بركبت الشمال سو عملت ديسلوكيشن بالني زاحت ركبتي عن محلها سو هونيك الحياه وقفت الركبه خطره اولا كثير خطره الركبه القصه كلها للرقص والسبور وثانيا بعرف انه يمكن مش هالقد وقفتي او ما هالقد اخذتي احتياطاتك 4 شهور عن التعليم كانوا كافيين؟ صراحه لا ما كانوا كثير كافيين بس اللي بعرفه انه فترة الفيزيوثيرابي كانت فترة كتير صعبة أوكي. تعلمت اسمع لجسمي هون بيجي من الاويرنس او الوعي من بعد الادمان اذا بدي على كل نحن دائما بنقول انه listen to your body ما في حدا بيقدر يعني هو بيعطيك الالارم اذا تعبان مش تعبان والى اخره هون عم نشوف الانجري اللي تعرضتي لريتا كنت لابسه مثل كاس اوكي على مده قد ايه لبستي هيدا صراحه لبستها شي 4 جماع أوكي. ومن بعد ما شلتها يو هاف تو تقطعي بفاز فيزيوثيرابي على 2-3 شهور ودائما كل حياتك تضلك تقسي العضل سو ما بتوقف انت عم تعملي سبور لو انه شفت الادمان لو اصابه ايه بس يمكن هون الوجع النفسي بيكون أقوى. اكبر ايه صح. بيكون اقوى بكثير اكيد صحيح يو فيلت باد يو فيلت جيلتي اي فيلت فيري جيلتي توورز ماي بودي لانه اي ديدنت لسن تو ماي بودي ماي بودي واز كولينج فور هيلب اند كولينج فور ستوب Sometimes okay. we need to know when to stop. So هيدا هو الإدمان ولكن يمكن إذا عرفنا نحن أي متى نوقف أي متى نريح صح. أي متى نرجع نبلش هون منكون عم نحكي عن إدمان حلو أكيد هلا أنت بلشت بعمر 13 بس يمكن على أيامنا ما هالقد كنا نحبز السبور والجيم على صغر هلا لايف ستايل كومبليتلي ديفرنت ومن نحن بنشجع أولادنا يعملوا تنس يعملوا فوتبول يعملوا دانس ما بعرف كل هول الأخبار قد إيه الأهالي لازم ريتا يدفشوا الاولاد واي متى يعرفوا يوقفوا اي متى بيقدروا يستوعبوا انه يمكن الطفل رايح صوب الادمان هي القصه بتبلش عند الاهل يعني هن لازم يكونوا واعيين قبل اولادهم واهم شيء بدهم يدرسوا الفتنس بروجرام اللي عم بفوتوا اولادهم عليه من ناحيه الانتنسيتي اذا لعمرهم مزبوط اذا هيدا الفتنس بروجرام بيقدروا يكملوا فيه لونج تيرم شورت تيرم كرمال كمان الطفل ما ينأذى يتعلق بشيء ويرجع في شيء اسمه مثلا ريتا جسمه بيحمل او ما بيحمل؟ ايه اكيد او مع الريهرسلز كله بيجي في جسمه بيحمل او ما بيحمل حسب الباست انجريز اذا عنده لور باك بين مثلا ني ويكنس حسب الكيس تبع كل ولد في فاكتورز معينه بتحدد هذا الشيء ريتا شو الرياضات اللي بتنصحي فيها الاهل انه يسجلوا اولادهم فيها ان كان لصبي او ان كان لبنت نحن بنعرف انه الصبيان بيتجهوا اكثر لباسكتبول فوتبول بودي بيلدينج والى اخره البنات بحطوهم قصص اكثر بيانو باليه هالاخبار جيمناستيك بس انت كمدربه رياضه شو بتنصحيهم وباي عمر هلا اتس ذا ايج اوف فيتنس اوف فيتنس جروب كلاسز كل شيء فيه كوميونتي ورك جروب بيلدينج كثير مهم للولد اول شيء بيشتغل تيم ورك بحس بالفايب اكثر بانرجي اكثر وبقوي شخصيته ريتا كمان فينا هون نحكي عن صف اسمه اكسبريشنز عم بعطيه بالمدارس تعبير
بيقوي شخصية الولد, more personality build up, بيدمج الفتنس مع السبور مع التمثيل مع السينما وبينمي الموهبة اللي عند الولد. استغليت كمان موهبتك بالتمثيل هون دمجت الاثنين. حلو كتير, بس طريقة جديدة وحلوة. قديه الولاد حاسين حالهم انه عم يعملوا شيء فن وعم يستفيدوا بذات الوقت؟ لانه الولد حلو يخضع لكذا اكتيفيتي او وركشوب بحياته, هن السبب ليقدروا يخلوه يكتشف هالموهبه المخبيه. ما بيكتشفها الا هو ينقيها. يعني انا وقت طرحت عليك السؤال جانا كنت بدي اقول انه لا, نحن لازم نقول للاهل يسمعوا لاولادهم لانه هن بيبرعوا بالشيء هن بيحبوه. الولد ما رح يعرف شو الموهبه المخبيه الا اذا ما طلع من الحياه يلي هو عم يقطع فيه وما نميت شخصيته, ما صار عنده ثقه بحاله بقراراته, لانه هيدي بده ياخذها معه للحياه يعني. اوكي. طب ريتا, بس في اولاد بيكونوا كسولين شوي, متى انا كنت منهم, وقت تجي ساعه السبور ايامنا كان في ساعه سبور بالاسبوع مش مثل هلا, يعني بحثوا الولد على كل انواع الرياضه. اليوم اللي بيكون ما بحب ابدا يتحرك او ما بتحب ابدا تتحرك وبتحسها مثل عن جد قصاص, كيف فينا نقنعهم بطريقه او المعلمه بالمدرسه مثلك انت تقنعهم بطريقه؟ اول شيء بدنا نعرف شو السبب, ليه ما بتحب؟ حياة جسمها ما بيسمح لها, شخصيتها ضعيفة. نشتغل عليهم هو اللي بالبسيكولوجي تبع الولد. أكيد يعني بتخضع لأكتيفيتيات غير أكتيفيتيات التلاميذ الموجودة أو بتكون بكاتيجوري معينة. بس مش هيك اخترع الباوند فتنس. ليه؟ لأنه فيه ميوزك, فيه بيت, فيه حركة. بذات الوقت فيه تسلية كمان. فيه تسلية. It's fun. It's the art of playing the drums and having fun. هول الامور يلي يمكن بتشجع الولد انه يعمل شيء جديد. هيدا اختراعك الباوند فتنس او موجود يعني وين ما كان؟ بس حابه اعرف. الباوند فتنس نو, مش اختراعي, بس اذا بدك انا اول مدربه باوند فتنس بالشرق الاوسط. طبقت هيدا الشيء بالشرق الاوسط. طبقت هيدا الشيء, هو كاليفورنيا من امريكا. نايس. طب بدي اعرف انا قد ايه التعامل مع الاولاد ومع التينيجرز بالاخص بيكون صعب ريتا؟ باغلبيه الاوقات صعب لانه بيكونوا بهالعمر بدهم يثبتوا حالهم, بدهم انه وانا بيز. صح. We are here. وانت you're young يعني. Yes. انه ايه في خبره بالمجال اكيد, ولكن كونك مش كبيره بالعمر ما بعرف قد ايه ممكن يسمعوا لك, قد ايه ممكن تاثري فيهم, ولكن بتخيل انه اذا شافوك عم تتحرك يعني هلا لا شعوريا رح يلحقوك. انا قريبه لعمرهم, الجيل اللي بعد جيلهم اذا بدك, وبعرف شو بحبوا, بعرف شو افضلياتهم. دارسه يعني انا قطعت بالمراحل.